أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الدعاء في كل وقت وما هي شروطه، وهل هو خاص في أدبار الصلوات، وما أفضل الأوقات؟ الدعاء مشروع في كل وقت من ليل أو نهار، وهو عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. سمى الدعاء عبادة، يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، وهو مطلق في الليل والنهار. ولكن آكد والأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء في السجود، في حالة السجود، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكذلك الدعاء في أدبار الصلوات، وكذلك الدعاء في الصلاة نفسها، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. كذلك الدعاء في آخر يوم الجمعة، في ساعة يوم الجمعة، الدعاء في ليلة القدر من رمضان، هذه آكد أوقات، أو من آكد أوقات الإجابة. وكذلك في الأمكنة، الدعاء في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والدعاء في الطواف، في السعي، الدعاء في عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الدعاء مشروع كل وقت، هو عبادة، والعبد بحاجة إليه، وله أوقات فاضلة، وله أماكن فاضلة. نعم.